زي ما قلنا لحضراتكم كمان النهاردة في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، وبالتالي ده بيترتب عليه ان احنا ناخد بالنا من هذه الامور المتعلقة بان احنا نبتعد من اشعة الشمس، وتحديدا في فترات النهار زي الساعة 12 لحد الساعة 2:30 ظهرا. تعال نعرف تفاصيل مهمة جدا حول حالة الطقس. معنا على الهاتف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة. برحب بيك يا دكتور محمد، تحياتي لحضرتك يا فندم، كل سنة حضرتك طيب. انت بألف خير، ربنا يخليك استاذ عاصم. ازي حضرتك؟ نعم حضرتك بخير يا رب. كل القناه الزراعيه وكل المزارعين في مصر، بس هو الصوت واطي يعني، كذا مره اقول لهم يا جماعه موضوع الصوت الواطي ده. سامعني طيب كده الصوت كويس واصل لحضرتك؟ دكتور محمد، اخبار الطقس خاصه ان بدءا من النهارده اعتقد في موجه من الطقس الحاره تصل لذروتها الايام اللي جايه، فطمنا اخبار الطقس خلال هذا الاسبوع والنصائح اللي احنا ممكن نقدمها لكل مزارعي المحاصيل الزراعيه في كافه محافظات الجمهوريه، اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا مره ثانيه يا استاذ عاصم. الله يعزك يا فندم. هو متوقع ان شاء الله يكون من اليوم الاحد في بدايه موجه حاره تبدا تدريجيا من اليوم، وهتوصل لاقصاها في خلال الثلاث والاربع. تمام. يكون فيها درجات الحراره ما بين 39 ل 40 ل 41 على حسب المكان، يعني وجه بحري والقاهره حوالين 39 40، وجه قبلي ممكن يتعدى ال 40 درجه خاصه في الجنوب. هيكون الشكل ده هيستمر معانا شويه، يعني شكل من 38 ل 40 هيستمر معانا حتى منتصف الاسبوع القادم. يعني تحت بند انها موجه طويله نسبيا من الحراره المرتفعه، ودي تقريبا نقدر نقول ان هي اول موجه، بس هي مش شديده الحراره كقيم مطلقه، يعني مش هيبقى يعني 43 و44 ولا حاجه، ولكن هي هتستمر معانا فتره، وهي دي بقى خطورتها انها تقعد معانا يعني اكثر من اسبوع. تمام. بيصاحب الزياده المتوقعه في درجات الحراره ارتفاع واضح في الرطوبه النسبيه في الوجه البحري بالتحديد وشمال الدلتا. في بعض الشبوره المائيه صباحا ما بين خفيفه المتوسطه في المناطق المفتوحه برضه في الوجه البحري، وفي الذات على الطرق السريعه وعلى الطرق الزراعيه. الاجواء دي اجواء معروفه ان دي اجواء ابيب، شهر ابيب اللي هو بيبدا من 8/7 وينتهي 7 اغسطس او 7/8، دي اهم شهر في السنه بالمناسبه، لان دي الشهر اللي فيه اقصى معدل للطاقه الحراريه، مش لدرجات الحراره، يعني ممكن تكون درجات الحراره 40 ولكن الطاقه الحراريه المصاحبه ليها عاليه. وده اللي بيميز زي ما قلت حضرتك شهر ابيب. في طبعا توصيات مهمه مترتبه على هذا الشكل من الجو. نعم. هذه التوصيات هي ليها علاقه بطريقه مباشره باحتياجات النبات من الري، وخاصه لو كانت نباتات او محاصيل حديثه الشكل او الزراعه، بتكلم عن الخضر بالتحديد. احيانا بيزرعوا العرق الصيفي متاخر شويه، طماطم والفلفل والبتنجان في يوليو، واحيانا بيزرعوا العرق النيل اللي هي او الخريف اللي بتبقى في نص اغسطس، بيزرعها بدري يعني في اخر السبعه، فده هيجي في وسط برضه الموجه، فيجب ان يكون في اختيار ميعاد الزراعه مهم جدا، ما يكونش فيه موجه شديده في الحراره حتى ما يحصلش استنزاف للشتلات. ايوه. ويرجع يحصل موت ويرجع ارقع تاني ويعمل له مشكله. فدي نقطه مهمه قوي. النقطه الثانيه للمحاصيل حديثه الشتل اللي الزرعه بقى لها اسبوع او حاجه زي كده او 10 ايام او اكثر، دي محتاجه دعم ببعض المركبات اللي بتخلي المحاصيل دي او النباتات دي تقدر تقاوم شويه الحراره العاليه، فبالتالي مهم ان انا ارش بسيليكات البوتاسيوم او البوتاسيوم فوسفيت اللي هو احادي فوسفات البوتاسيوم، او ارش بالاحماض الامينيه اللي كمحفز للنمو اللي يخلي النبات يقدر يزيد معدلات الامتصاص. المشكله كلها في الاجواء الحاره وبالذات لما تكون الطاقه الحراريه برضه عاليه في ابيب، ان معدلات الامتصاص بتزيد، معدلات البخر النفحي بتزيد من المجموع الخضري. هل النبات هيقدر يعوض معدلات البخر النفحي بمعدلات امتصاص مكافاه ولا مش هيقدر؟ لو قدر بيعدي الموجه، ما قدرش يبتدي يدخلنا بقى في تقزم واستقرار، ولو ومعدلات تنفس الظلام تزيد فما بيبنيش الماده الجافه، فالمزارع الاخر يشتكي يقول لك يا بيه الزرع واقف. نعم. الزرع واقف يعني الزرع مش عاوز يتحرك كتير. ده بسبب اللي انا قلت عليه، فمهم ان انا ادعمه بمركبات التحفيز زي ما قلت اللي هو تحالب الاحماض الامينيه، ولو نبات كبير شويه اضيف فولفيك بمعدل 2 كيلو للفدان، والاشجار الفاكهه برضه ممكن اضيف فولفيك مع الميه على الاقل مره او مرتين في الاسبوع اللي فيه الحر. طبعا التركيب المحصولات الثانيه الموجوده اللي ممكن تتاثر بالشكل ده من الجو اللي هي المانجا، خاصه
المانجا المتأخرة، الأصناف المتأخرة لسه قدامها فترة مع الحرارة العالية، الثمار المواجهة للشمس من الناحية الشرقية أو الجنوبية اللي هي القبلية ممكن يحصل زي لسعات شمس أو على الأقل خالص تاخد الخد الفاتح ده. فمهم قوي إن أنا أرش بالجير المخفف 2% عشان يعمل طبقة بسيطة خالص على الثمار فقط وليس على الأوراق، عشان أقدر أحمي الثمار دي. طبعا انا مش عايز اقول توريق، لان التوريق ان انا اغطي بورق دي مكلف شويه. فبالتالي ممكن استعيض بالتوريق ان انا احط ورق، في بعض المزارع بيعملوا فعليا كده، بيغطي الثمار بورق تمام معين يعكس اشعه الشمس وما يعملش موضوع المشاكل بتاعه لساعات الشمس. ولكن طبعا زي ما قلت لحضرتك ده اجراء مكلف. جميل. فانا بستعيض بيه ان انا ارش بالجير المخفف. تمام. يعني اقدر اقول لحضرتك دي تقريبا هيتفضل عندي محاصيل حقليه زي الرز والقطن والذره. تمام. دول محاصيل حقليه صيفيه، فهي من طبيعتها انها تتحمل الحراره، ولكن طبعا ما بتتحملش الحراره الشديده او بسبب تغير المناخ بدا يبقى فيه زياده شويه في الحراره. فان انا احافظ على لوز القطن عشان ما يحصلوش ان تحجيمه يقل او احيانا يحصل تساقط لو في هواء ساخن مصاحب للموجه الحاره. تمام. مهم ان انا اقرب فترات الري، مهم ان انا ادعم القطن بنترات البوتاسيوم اللي هو يعني داخل في 3 شهور او اكثر. نفس للقطن هو للذره. تمام. نترات البوتاسيوم مهم ان انا بزود التحجيم، يعني بساعد النبات ان يزود التحجيم شويه في ظل ظروف ان هو تنفس الظلام بيزيد. فالقطن زي الذره، الرز دلوقتي مهم ان انا احافظ عليه من اللفحه، وخاصه لو كان اصناف قديمه زي 101 ما زال بعض المزارعين بيزرعوها، المهم ان انا ارش رشه وقائيه ضد لفحه الرز عشان تمام الاجواء دي اجواء مناسبه لانتشار المرض لو موجود عند الاصناف. نعم. اللي هي خارج السياسه الصنفيه للوزاره وضعها. يعني شكرا لحضرتك جدا الاستاذ دكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعه على هذا التقرير المفصل الخاص ب يعني استعراض حاله الطقس او الارشادات اللي قدمها للساده مزارعي المحاصيل الزراعيه المختلف في هذا التوقيت تجنبا للارتفاع الملحوظ في درجات الحراره. نشهد ان شاء الله خلال الايام الحاليه والقادمه باذن الرحمن حتى مطلع الاسبوع القادم.